السلام عليكم يا شباب، معكم محمد الحماد من قناة ميزك جيم. ياكم فيديو جديد. هذا الفيديو اخبار الاسبوع، نناقش فيها اهم اخبار اللي استوت في هذا الاسبوع، واي خبر اتكلم عنه راح يكون معروض في الوصف. تشوف الخبر او الفيديو او الاعلان حق حق الخبر اللي اتكلم عنه. خليكم مع اول الخبر، مع السلامه. الخبر الاول عن لعبه بلاك اوبس 3 الزومبي بالتحديد. شركه كول اوف ديوتي حطتنا في اليوتيوب اعلان عن الزومبي، راويك اربع شخصيات تستخدمون في الزومبي، وعن قصه. يعني الفيديو عباره عن قصه، اللي صراحه وايد جميل، عجبني انا شخصيا وكان وايد حلو، كان اعلان فيلم مش اعلان لعبه. الصراحه وايد عجبني، والجرافيك بين نار. احط لكم رابط في فيديو الفاست ما تروحون تشوفونه. وني يا شباب، مع الخبر الثاني عن لعبه نيد فور سبيد اللي راح تصدر في شهر 11 تاريخ 3 بالتحديد. حطتنا اليوم عن اعلان عن سيارات البي ام دبليو، اعلان خاص بسيارات بي ام دبليو راح تكون متواجده في اللعبه. الاعلان حلو، يبين قوه جرافيك اللعبه. صح الجرافيك وايد قوي، ما توقعته انه تشي بيكون بهذه القوه. راح اعطيكم رابط الفيديو في الوصف، اتمنى انكم تشوفونه. والان يا شباب وصلنا على الخبر الاخير للعبه جاست كوست 3، لعبه العالم المفتوح. اللعبه صراحه وايد حلوه، نزلونا اعلان عن الجيم بلاي اللي في اللعبة راح يكون. الاعلان وايد جميل، يبين فيه وايد اشياء اللي في اللعبة اللي ما كان يعرف عنها. اتمنى تروحوا تشوفون الفيديو لان الفيديو وايد حلو ويحمسك حق اللعبة اكثر. انا عن نفسي اللعبة اكيد راح اشتريها وعجبتني واقيمها 9 من 10. اللعبة وايد حلوة، الرابط المقطع في الوصف. وهذه يا شباب كانت كل حلقة الاخبار هذا الاسبوع. اذا عجبتكم الاخبار اتمنى تكتبوا لي الوصف، وسالوني اذا وصلت الى اخر هذه الحلقه سالوني في الوصف، سالوني عشان اسوي حلقه تسالني. وقيموا المقطع باللايك. معكم محمد الحامد من قناه ميزك جيم، مع السلامه.